السلام عليكم إخواني وأخواتي جميع المتقاعدين المطالبين بحقوقهم قناة المتقاعدون العراقيون على اليوتيوب. ترحب بكم أجمل ترحيب. لو أول مرة تشاهد الفيديو ندعوك للاشتراك معنا. نحن في هذه القناة نبذل جهود كبيرة في التصوير والمونتاج ونشر مناشداتكم وتغطية التظاهرات المتقاعدين وغيرهم من أبناء الشعب العراقي. اشتراكك معنا يحفزنا لبذل المزيد من أجلكم، وكلما ازداد عدد المشتركين نزداد عزما وإصرارا للمطالبة بحقوق المتقاعدين والوريث والمستفيد والأسرة والجرحى والأرامل والمطلقات والأيتام والرعاية الاجتماعية وطرحها أمام الجهات الحكومية والدولية. أنا محدثتكم شيرين سلطان، مراسل قناة المتقاعدون العراقيون بغداد. يعني قناة المتقاعدين تختلف عن باقي القنوات، تشوفها على طول في المناطق الفقيرة، في شارع المتنبي، في قنبر علي، في الحسينية، في مناطق كلها تمتلك مواصفات دخل قومي فقير للعائلة العراقية، أي في المناطق الشعبية، في المناطق الجماهيرية. فالمفروض هذه القنوات اللي لا تمتلك شيء، بشوف عندنا مثل أكو قنوات تمتلك المال وتمتلك الجاه وهي جزء مهم من السلطة السياسية، لكن لا تمتلك القاعدة الشعبية ولا تمتلك القاعدة الجماهيرية، في حين قناة المتقاعدين العراقية لا تمتلك المال، لا تمتلك، بس مجرد تمتلك صوت الفقراء وفي تغيير حالهم نحو حياة أفضل للعائلة العراقية. همها الوحيد إشباع العائلة العراقية، همها الوحيد تحقيق أمنيات الشعب العراقي، هم الوحيد زيادة دخل الفرد العراقي. لكن مع الأسف نلاحظ عدد المشاركين في هذه القناة دون المستوى المطلوب. ناخذ مثلا، يعني احنا يوجد عندنا حوالي حسب إحصائية وزارة التخطيط شو تقول؟ 20% من الشعب العراقي تحت خط الفقر. هاي مو انا اقولها، وزاره التخطيط تقول 20% من مكونات الشعب العراقي هم تحت خط الفقر، في حين احنا رابع دوله في انتاج النفط، ثاني دوله في اوبك في انتاج النفط. يا ابوي وين الفلوس تروح؟ انا اريد اربط موضوع معين. من قلت 20% من سكان العراق تحت خط الفقر، اريد اربطه في موضوع معين. ما هو الموضوع؟ المفروض 20% من الشعب العراقي أن يشاركون مع قناة العراقيين المتقاعدين، أي تعتبر 20% عمق سوقي وعمق شعبي وعقم جماهيري إلى قناة المتقاعدين العراقيين. فالمطلوب 20% تحت خط الفقر، يعني حوالي 8 ملايين تحت خط الفقر من الشعب العراقي. هل 8 ملايين تحت خط الفقر كل المفروض على قدم وساق يشاركون في قناة العراقيين المتقاعدين؟ هاي نقطة. النقطة الثانية أريد أوضح في شيء معين. المفروض هذه القناة تمتلك قرار سياسي، فأطلب من مروجي هذه القناة بالإضافة إلى مشاركة الشعب العراقي العمق السوقي والعمق الشعبي إلى قناة المتقاعدين العراقيين، أطلب أن تمتلك منهاج ثوري يؤهلها في قيادة 8 ملايين عراقي. ما هو هذا القرار السياسي؟ أن توضع برنامج ثوري لرفع مستوى دخل الفرد العراقي، وأن تشارك في الانتخابات البرلمانية، أي يوصل لها مقعد حوالي 50 مقعد 40 مقعد إلها، أي أن يغير اسم قناة بالإضافة قناة المتقاعدين حزب قناة المتقاعدين العراقيين الثوريين من أجل تغيير وبناء حياة أفضل للعائلة العراقية، أي تمتلك القرار السياسي وتسمح لها، يعني من يصير انتخابات يجب أن توضع قائمة من الأسماء من المتقاعدين العراقيين الثوريين اللي همهم الوحيد في معالجة اللصوص والفاسدين، همهم الوحيد في بناء الخدمات والبناء والإعمار، همهم الوحيد في بناء حياة وزيادة دخل الفرد العراقي. إذن نتمنى في الانتخابات المقبلة البرلمانية
أن تشارك قناة المتقاعدين العراقيين في قائمة من العراقيين الثوريين اللي همهم الوحيد بناء العراق، همهم الوحيد في بناء هوية وطنية، همهم الوحيد في وحدة العراق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. إذن قناة المتقاعدين العراقيين المفروض تمتلك من ملايين إنسان اللي هم 20% من تحت خط الفقر، أن على قدم وساق أن يشاركون في هذه القناة، ونتمنى أن تمتلك القرار السياسي والقرار البرلماني وتمتلك الواقع الشعبي والواقع الجماهير يؤهلها في قيادة البلاد نحو غد أفضل وبناء حياة أفضل، وكذلك معالجة اللصوص والفاسدين اللي سرقوا الفقراء، فقراء الشعب العراقي. وشكرا إلى قناة العراقية. أنا محدثتكم شيرين سلطان، مراسل قناة المتقاعدون العراقيون بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتنا لهاي القناة العزيزة المباركة اللي تنقل معاناة المتقاعدين. يعني هم من انطوا هاي المية خبصوا الجو، 6 شهور يدرسون عليها، شنو دا يصنعون الذرة؟ هم يصنعون الذرة 100,000، شنو 100,000؟ اشمعنا بعض الموظفين شهادة ما عنده ينطوه مخصصات 200%، واللي خدمت كلها سنة لو سنتين، احنا خدمنا 40 سنة ولا خلف الله عليهم بهاي المية. احنا هاي فلوسنا بصندوق التقاعد، يعني ربحها وين؟ صندوق التقاعد. احنا لا خلف الله عليهم، يشيلوها ينطوها الكردستان، انا مجبور بكردستان، ليش ما صرف الرفدين؟ قال ما انطي، ما عندي. ابو الرشيد قال ما عندي، ابو التي بي اي قال ما عندي، قال انا اريد ضمان واريد كفالة واريد مدة واريد ربح. قالوا لعد ما لازم، روحوا على التقاعد جيبوا منهم 7 مليارات. ليش بنظل ياخذوها للطهد؟ يستاهلون حقهم، وما ما اقول مو حقهم، هم حقهم، بس الدوله هاي مسؤوله عليهم مو اني. يعني ياخذون مني ينطون للعالم؟ خلي ياخذون من عندهم من مخصصاتهم، كل واحد ياخذ مخصصات 150 مليون 200 مليون، واول ما يصير عضو برلمان يعطوا 150 تحسين معيشه. طبعا يعطوا تحسين معيشه لانه كان ضايع بالشارع، لا فلس لا حانه لا درهم. طبعا يعطوا 150 مليون زين، ما يعطوني انا اللي حق عندهم، حق عندهم صندوق التقاعد يمهم 40 سنه يقطعون مني، وين ودوها؟ ربحها وين؟ انا اريد ربحها. 6 شهور يدرسون على 100,000، شل ال 100,000، الدولار صار 170. يعني احنا ذا كنا ناخذ رواتب 4 اوراق، هسه قمنا ناخذ رواتب ورقتين.